حبايبي صف سادس بيج 84 صفحة 84 ماي ماجازين مجلتي. Stay safe on your bike. ابقى بأمان على دراجتك. Listen and read. استمع واقرأ. Bike riding is fun and healthy. ركوب الدراجة أو قيادة الدراجة مسلية وصحية. But remember, لكن تذكر, that a bike, البايسيكل, is not a toy. ليس لعبة. You must follow some rules. عليك اتباع بعض القوانين أو القواعد to help you stay safe, لتساعدك أن تبقى آمن. First, أولاً, let's look at your bike. لننظر إلى دراجتك. Is your bike safe? هل هي آمنة؟ Safe riding rules. قواعد القيادة الآمنة. Follow these safety rules when you ride your bike. اتبع هذه القواعد الآمنة عند قيادتك للدراجة. Before getting on your bicycle, قبل ركوبك للدراجة, you should check, يجب أن تتأكد أو تتفحص, that it's ready to ride, أنها جاهزة للقيادة. Let's check these five things. لنتفحص أو نتأكد من تلك الأشياء الخمسة. Brakes, البريكات, handlebars, المقاود, و seat, المقعد, tires, التايرات والعجلات, pedals, الدواسات. Wear a helmet. البس الخوذة. If you have an accident, إذا صار عندك حادث, you must protect your head. يجب أن تحفظ أو تحمي رأسك. This is very important. هذا مهم جدا. Check your tires. تفحص تايراتك أو عجلاتك. Tires should be hard. العجلات يجب أن تكون قوية. Not soft, وليس ناعمة أو لينة. Check your brakes. تفحص بريكاتك. Brakes are very important. البريكات جدا مهمة, أو الفرامل. Because sometimes you need to stop quickly. لأن أحيانا تحتاج التوقف بسرعة. You can't stop if your brakes don't work well. لم تستطيع التوقف إذا بريكاتك ما تعمل بشكل صحيح. نقطة 5. Is your seat the correct height? هل مقعدك بارتفاع صحيح؟ You must be able to put your feet on the ground. يجب أن تكون قادر على وضع أقدامك على الأرض. 6. Are your handlebars are correct height? Sorry, the correct height. هل المقاود ماتك هي بارتفاع صحيح أو على بعد صحيح؟ Can you sit on your bike? هل تستطيع الجلوس على دراجتك؟ And touch the handlebars easily. وأن تمسك المقاود بسهولة. إذا بسهولة فهي بارتفاع مناسب. Ride correctly with both hands. قود بحذر أو بعناية بكلتا يديك. On the handlebars. على المقاود. يعني الإيدين الاثنين هتكون على المقاود. ما تقود بإيد وتحمل شيء بإيد ثانية. Carry your box. احمل كتبك and lunch box وصندوق الغداء مالتك. In your backpack. في حقيبة الظهر مالتك. Some bikes. بعض الدراجات have a basket. عندها سلة. For carrying things. لحمل أشياء. Can cars, buses and trucks see you? هل بإمكان السيارات والحافلات والباصات أن تراك؟ Wear bright colorful clothes. البس ملابس ملونة لامعة أو مشرقة. Yellow and orange are good colors. الأصفر والبرتقالي ألوان جيدة. Look at the road in front of you. انظر إلى الطريق من أمامك. Sometimes, أحيانا, there are holes. هنالك حفر. Stones, أحجار, broken glasses, زجاج مكسور, or other dangerous things on the road, أو مخاطر أخرى على الطريق. Are they following the rules? هل هؤلاء يتبعون القواعد؟ Read and put a tick, يعني أشر علامة صح for yes or cross for no, علامة خطأ للقاعدة الخطأ. الأولى تقول الجملة I'm riding my brother's bike. أنا أقود دراجة أخي. It's his new bike. إنها دراجته الجديدة. But it's too big for me. لكنها كبيرة جدا علي. And my feet, وأقدامي, don't touch the ground. لا تلامس الأرض. إذن خطأ. هو ما يتبع القاعدة هنا. Today I'm going to school by bike. اليوم أنا ذهب للمدرسة. أو سوف أذهب للمدرسة بالدراجة. I'm going to put my box. سوف أضع كتبي. And lunch box in my backpack. سوف أضع كتبي وصندوق الغداء في حقيبة الظهر مالتي. صح, هذا يتبع القانون. I left my helmet at my friend's house. نسيت خوذتي في بيت صديقي. But it's okay.
ماكو مشكلة because I'm going to wear a cotton cap. لأن أنا راح ألبس قبعة قطنية. طبعا خطأ لأن هي ما راح تحمي مثل الخوذة. The tires of my bike are too soft. عجلات البايسكل ماتي حيل ناعمة أو لينة. My dad is going to pump them up. راح يضخهم بالهواء، راح ينفخهم for me إلي before I go to the park. قبل أن أذهب للحديقة. My dad أبي راح ينفخ العجلات قبل أن أذهب للحديقة. إجابة أو جملة صحيحة. Yesterday I fell off my bike. أنا سقطت من دراجتي البارحة. And hurt my arm. وأذيت ذراعي. I was talking to my friend. كنت أتحدث مع صديقي. And I didn't see the big hole. ولم أرى الحفرة الكبيرة in the road على الطريق. إذن هاي خطأ، هو هنا ما تبع القاعدة لتقول انتبه على الطريق من أمامك.